أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم وضيفي الأكثر تميزا داود جبجي. بداية يسعد مساك أستاذي. مرحبا، أهلا فيك. بداية رح أعرف بحضرتك، حضرتك خريج جامعة الحكمة في بغداد سنة 1971 في الهندسة المدنية، وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية من جامعة دوندي في بريطانيا سنة 1974، وعمل في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية وأيضا في الجمعية الملكية الأردنية، ثم عمل مع المهندس المعماري جعفر توقان. بداية يسعد مساكم، نورنا وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وطبعا إحنا هلا الآن في مكتبه الذي تم افتتاحه في عام 2002، مكتبه الخاص في أعمال التصميم الإنشائي. بداية لو ناخذ نبذة بسيطة عن بدايتك هون المكتب اللي احنا متواجدين فيه، تفضل الكاميرا امامك. احنا نوع عملنا المهندس الانشائي يشكل واحد من خمس تخصصات تعمل في مجال انشاء المباني. نعم. الرئيسي هو المهندس المعماري الذي يضع المخططات اللي بنسميها احنا المسطحات والواجهات للمبنى. والتخصص الثاني هو تخصص المهندس الانشائي مثلي. وظيفتنا هي متانة المبنى وجساءته ومقاومته للزلازل وللاحمال اللي راح يتحملها. ثم هناك المهندس الكهربائي اللي بيصمم كل التمديدات الكهربائية والخدمات الكهربائية. المهندس الميكانيكي بيصمم التكييف والتدفئة والمجاري انصون، وحاسب الكميات التخصص الخامس اللي يضع العقد والجدول الكميات انصون. فبحكمنا واحد من خمسة نظام النقابة، عندنا نقابة المهندسين تحاول ان تجمع الخمسة في كتاب في مكتب واحد. وهيك الاصول اتصور، ولكن صعب انك تجمعي خمسة مميزين بصراحة. اكيد. وانا هدفي التميز بشكل رئيسي، انا لا اهدف للعمل العادي، وطموحي ان اعمل عمل متميز. وكانت لي فرصة عظيمة بعملي مع المهندس جعفر توقان، وهو من اشهر المهندسين المعماريين في العالم العربي بصراحة. نعم، الله يرحمه. فكانت لي فرصة أني أعمل بمشاريع متميزة بكل معنى الكلمة. يعني أذكر بعضها فقط، بالأردن فندق الانتركونتيننتال بالعقبة، فندق الماريوت بالبحر الميت، فندق تمبلسكي بعمان بشمساني. يعني هاي من الثلاثة كانت مشاريع عادية تمر علينا، يعني سوينا مشاريع أكبر وأعظم. فهدفي أن أستمر بهذا النوع من العمل. فوجدت أنسب أني أنشئ مكتب متخصص بهذا التخصص الدقيق اللي هو تخصص إنشائي للعمل مع المهندسين المعماريين، والآن أنا أعمل مع عدد من المهندسين المعماريين في البلد وأتعاون مع بعض المكاتب في الحالات الخاصة. يعني عادة لما يكون في مشكلة أو عمل صعب أو كذا بيستشيروني المكاتب الثانية حتى إذا عندهم. نعم، كل التوفيق لحضرتك يا رب. الآن بتحكي يعني دكتور، من وجهة نظرك تطور هذا القطاع كيف بتشوفه؟ هو بصراحة يعتبر قطاع الإنشاء هو مقياس حرارة للوضع الاقتصادي بالبلد. لما يكون في انتعاش اقتصادي، أول قطاع ينتعش هو قطاع الإنشاء، ولما يصير انكماش اقتصادي أول قطاع ينكمش هو قطاع الإنشاء. فإحنا الآن في فترة انكماش للأسف. نعم، بدنا نحكي بشكل عام 2017 انكماش. وبس واحنا طبعا لما يكون بالاردن احنا متعودين، يعني مش البلد الغني. ولذلك مهندسين احنا بنصدر مهندسين، يمكن اكبر شيء نصدره للدول النفطية هي المهندسين بالاضافة للمعلمين والاطباء.
فاحنا بنحاول ان نصدر ايضا العمل الهندسي، العمل الاستشاري الهندسي، ولكن عندهم ايضا للاسف في انكماش اقتصادي يعني. نعم. فهذه الفتره يجب ان لا ناخذها كمثال. يعني انا متامل انه ينتعش الوضع، لانه دائما يعني معروف حتى بامريكا اللي هي تؤخذ كمثال للانظمه اللي خلينا نسميها راسماليه اللي تنطبق عليها مبادئ الاقتصاد الذي يدرس بالجامعات، انه دائما في مثل احنا بنسميه سايكليك كيرف، والله ما عارف ايش اسمه بالعربي، في منحنى. نعم. ففي فتره الانكماش لما يقل عدد المباني التي تنشا وعدد الطرق وكذا وكذا، الانسان عم بتطور ما راح يتوقف، عدد الناس بيزيدوا، فبصير في حاجه، وهذه الحاجه هي تدفع لحدوث التحسن بالوضع الاقتصادي. فاحنا متوقعين يعني يمكن المشاريع اللي احنا متأملين فيها تأخرت توقفت. يعني احنا هاي احدى مشاكلنا اننا عم نشتغل بمشروع متحمسين وكذا، وبعدين المالك يقول لك on hold كذا، او لغيته. يعني انا اسوأ شيء من جواجه لما يلغى مشروع، لانه بكون الواحد حاطط كل جهده فيه وكل طموحاته. فاحنا متأملين هذه المشاريع اللي موقفة الان انها مع ظهور الطلب على منتجاتها ترجع هذه المشاريع تنتعش. فأقول لك الصراحة بالوقت الحاضر الاستراتيجية الأساسية بالنسبة لنا كمكاتب استشارية هي الحفاظ على النفس. المهندسين للمكتب عندهم خبرة طويلة بهذا النوع من العمل، همي أن لا أخسرهم، همي الحفاظ على هذه الخبرة والحفاظ على الموظفين هذول خلال فترة الكساد، حتى لما تأتي الفترة الصعود الاقتصادي المتوقع لأنه يجب أن يحدث، أنه يكون عندنا القدرة أن نستفيد منها، مش نكون خسرنا موظفيننا وخسرنا قدراتنا ولما تيجي الحاجة ما تكون موجودة. يعني نحكي بشكل عام الشركة الناجحة اللي تحافظ على موظفينها. بالضبط. بالتأكيد. الآن بنتحدث يعني من دخولنا على الشركة لاحظنا أنه جميع الكادر عندك بالشركة إناث. نتحدث أكثر تفضل. هذه يمكن ظاهرة اجتماعية. شوف أقول لك المضبوط، الشباب بروحوا على المواقع. وبحبوا العمل بالمواقع، وكثير اوقات بباشر الشاب العمل عندي بعد فتره كل يوم 8 ساعات ونص وجهه بالكمبيوتر ولازم يحسب معادلات وكذا وكذا، بيجي بيقول لي يا طيب بعتني برا. من ناحيه الملل مش يعني صعب، يعني نوع عملنا اللي بتطلب تركيز، وطبعا لا اخفيك اللي عندنا خطر الخطا الانساني دائما موجودة، يعني لا سمح الله صار أي خطأ بكرة بشقق مبنى كذا بدلي. فالمطلوب منه المهندس إنه يكون بشكل دائم حريص ويدقق على نفسه وكذا، اللي هو متعب للأعصاب. وأوقات يعني من تعب الأعصاب بحس إنه جسمه تعب من التنشن اللي بضاري، فبهربوا من هذا العمل. وطبعا عمل الموقع فيه حرية، دوامه بصير أخف، حناك بشرب شاي وقهوة كذا، فمعظم الشباب بهربوا للمواقع. ومجتمعنا طبعا أصعب على البنات يروحوا للموقع، فبتحملوا الضغط هذا. يعني أنا اللي عم بقول الآن البنات تحملوا ضغط أكثر من الشباب بصراحة. نعم أكيد. طبعا العنصر الثاني هو جاذبية العمل بدول الخليج. نعم. دول الخليج جاذبية العمل فيها ليست فقط الرواتب الأعلى، وإنما الحرية. يعني الشاب عندنا اللي بيكون متخرج
حديثة لسه مش متجوز ولسه ساكن ببيت أهله، وطبعا أهله لسه مش متعودين عليه أنه صار شاب بس بيعملوه. فبالنسبة للشاب أحسن فرصة أن يهرب من سيطرة الوالدة والوالد، فبروح على أبو ظبي على دبي. أولا هناك الحياة الاجتماعية حلوة وراتب أحسن، طبعا ما بحوش شيء لأنه بصرفوه كله، ولكن يعني في جاذبية، جاذبية الحرية، جاذبية طبعا دبي بتجنن. نعم. بالنسبة للناس يعني. وأبو ظبي بعدها بس كمان حلوة، ورأس الخيمة الإمارات بالذات لها جاذبية خاصة. فما عم بيضاينوا عنا الشباب طبعا، صعب للشاب حديث التخرج أن يجد عمل في دول الخليج، عادة الحد الأدنى 3 سنين. ما بيضاين عندي الشاب بس تخلص 3 سنين تلاقي نفل. الآن بتحب تعاملك دكتور مع مين بيتم؟ نتحدث في الأردن، خارج الأردن أيضا طبعا، إحنا سوف نستعرض بعض من الصور شغلك، تفضل حدثنا تعاملك الآن. إحنا طبعا ما بشكل عام لا نتعامل مع صاحب العمل، إحنا بنتعامل مع المهندس المعماري اللي هو بيكون موقع العقد مع صاحب العمل. إحنا يعني مثل المقاول في الباطن بنكون المهندس الإنشائي، فهذا نوعا ما جيد بالنسبة لنا لأنه التعامل مع صاحب العمل مش سهل بالمرة، يكون دائما في متطلبات وبيحرد وبيزعل وبدي وبديش وبدي ادفع وبديش ادفع، مش سهل، بدها مواهب خاصة. واحنا نوعنا المهندسين الانشائيين عادة يعني تبلش من اولاد المدرسة، في اولاد اجتماعيين وفي اولاد دريسة ولابسين نظارة، احنا هدول. احنا يمكن ما عندنا قدرات التعامل مع الزباين والاخذ والعطاء وكذا، فاحنا مطبوبين بمكاتبنا ونقوم بعملنا اللي هي كلها حسابات. والمهندس المعماري هو اللي بيتعامل مع المالك، وهذا اسهل طبعا لانه احنا وقتها عم نتعامل مع مهندسين وفي اسس لهذه العلاقه، في بروفيشنال كارتسي بيننا يعني بيتسمى. ولكن بعض الوقت نتعامل مع اصحاب عمل. بس نحكي اغلبيه انه الاغلبيه هي مع المهندسين المعماريين. الان في قطاع المميزات دكتور، مثل ما بنعرف يعني اي قطاع الا ما يتميز بشيء، نتحدث عن المميزات ممتازة فيها في المكتب، حدثنا اكثر تفضل. مميزات، شوفي ابتسام على المثل اللي بقول انه الحشيش عندي الجيران دائما لون الخضار فيه احلى من حشيشنا، فكل واحد في كل مهنه ينظر للمهنه الاخرى ويقول نيالهم. فالمهندس بيقول نيال الصيدلي، والصيدلي بيقول لك نيال الطبيب، والطبيب بيقول لك نيال كذا، كلها اسوء من بعض. لا شو يعني، احنا لنوع الشخص اللي يتمتع ما نسميه أعمال التصميم اللي هي حسابات ووضع مخططات وهلما جرا، هذا العمل عمل ممتع وعذابه قليل، لأنه ما عندنا مشكلة العلاقات، يعني ما في عندنا علاقات إنسانية كتير بين بعض إحنا. نعم. ونقوم بعمل يعني صراعنا هو مع الرياضيات والمخططات وليس مع الإنسان، مش مثل التاجر مثلا بده يتعامل بكل شيء مع الناس وكذا. فمن هذه الناحية هذا يميز عملنا. خلنا نستعمل كلمة مستوى، أنا مش حابب أستعمل كلمة، ولكن مستوانا الاجتماعي بعملنا أعلى، لأنه ما في تعامل مع الأمور المزعجة. طبعا في ضغوط، بريح يعني صاحب العمل. نعم. طبعا في ضغوط يعني، والضغوط عادة لما مستعجلين وبدهم يسلموا المشروع ولازم نسهر ومن هالنوع، بس خفيفة نوعا ما. فعملنا مريح نفسيا وممتع
للي يتمتع في هذا العمل. غير هيك بدنا نحكي بشكل عام حضرتك صاحب مهنة يعني بتحكي لي عندك موظف 12 سنة، فهذا بدل على انت يعني تعاملك مع الموظف بيكون ممتاز اللي هو بيستمر عندك في القطاع. شوفي علم الإدارة علم واسع. وعندنا بالأردن عدد من الناس اللي ماخدين MBA ماجستير بالإدارة وبيجي بقعد بنظر لك هذا اللي لما تيجي تدير شركة فيها 100 موظف 200 موظف. أنا بالنسبة إلي الإدارة هي إنه إحنا عائلة. نعم. إحنا عائلة، أنا وزميلاتي وزملائي إحنا عائلة، وأنا بعملهم كلهم مثل أولادي. بتحمل التقصير وبعاتب لما يكون في تقصير، ما بصيح وبعاقب وكذا. لما هم يواجهوا صعوبات أنا معهم، وبالمقابل بعطوني لما أنا محتاج إنتاجية أعلى ومحتاج إخلاص بالعمل بعطوني. فأنا وجدت طبعا لازم يكون العدد صغير، ولكن هذا الأسلوب من الإدارة، أسلوب إدارة الأسلوب العائلة ناجح. أنا في عندي شاب الآن بيشتغل بالأزرق مهندس وبحيت بالأزرق، يعني مصر عليه كل أسبوع بتيجي بتقعد معي ساعة ساعة ونص، مش ضروري نحكي بالشغل، حتى نحكي بأمور إنسانية، نحكي عنك عني كذا، حتى يضل يصير في علاقة، مش بس يضل يصير في علاقة إنسانية بينه كأفراد، مش إنه والله هو موظف بآخر الدنيا وواقف على صبة البطون وتوسخ طول النهار وبنفس الوقت، فبصير في ولاء متبادل. في شيء ثاني لازم احكي لك عنه، مصدر متعة منقطعة النظير بالنسبة لي بعملي. انا تعلمت برمجة الكمبيوتر من انا صغير السن، من قبل ما يصير في كمبيوتر على اليد، يعني لما كان الكمبيوتر ببيت ومنروح له بكروت مخزقة وكذا. وحبيت البرمجة كثير، فخلال من بداية عملي، لأنه عملنا في حسابات صعبة ومزعجة، لأنه بدك تعيد نفس الحسبة 50 مرة بالعمارة وهلو مجرا، فلتخفيف الجهد على نفسي ابتديت أبرمج هذه الأعمال، هذه الحسابات نسميها. والآن يعني أنا قربت للتقاعد، ف ما بدي يروح هذا العمل وينتهي، فأنا وضعته بصيغة الآن تكون مناسبة للجمهور أن يستخدمه. ما أقصد بجمهور المهندسين، سويت ويب سايت على الإنترنت، وبإمكان الشباب المهندسين اللي بيعملوا في مجال التصميم الإنشائي أنه يسوي داونلود لهذا البرنامج ويستخدموه لتصميم المباني بكل سهولة. وصرفت جهد كبير أنه يكون اللي بيسموه يوزر فريندلي، سهل الاستخدام، بيساعدك أنك ما تغلط وبعطيك بدائل. فهذا هو مصدر متعتي الأساسية الآن، أنا على الويب سايت وإنه الناس، وعم بعد كم واحد بيجي يزور الويب سايت. كل التوفيق لحضرتك طبعاً. شكراً. لحضرتك نهاية لقائي دكتورنا، بنحب نأخذ منك كلمة لجلالة الملك، بنحب نشكره عن نعمة الأمن والأمان، وإيش بتحب تحكي تفضل. كلمة إلى الملك، مين كيف ما بنعرف كيف بده يحكي الواحد مع الملك. كيف بحكي مع ملك يعني. كل واحد يرحمه. أنا إذا بيسامحني الملك، إذا سامعني يعني، بدي أحكي على مستوى إنساني ولا مش على مستوى ملك، وأنا إنسان عادي بتكلم مع ملك. كل بدي أقول له يا الله يعينك على وظيفتك يا سيدي. الله يعينه. يعني مسؤولية كبيرة وبوضع صعب، ويعني إذا بنفع أو له أي قيمة إنه إعجابي فيه إنه وبقيامه بعمله بهذا الشكل، اي الاعجاب موجود. بالتاكيد بشكرك دكتور، كان لقاء جميل مع حضرتك طبعا لا يمل، بشكرك مره ثانيه ويعطيك الف عافيه. شكرا. وفي نهايه حلقتي هذا اليوم اتقدم بجزيل الشكر العرفان للدكتور المهندس
داود الجبجي، يعطيك ألف عافية دكتورنا. شكرا عزيزتي.